كل حكاية وليها بداية وليها أبطالها اللي من أول يوم معاك وفي ظهرك، فرحتك بيهم اللي مخليك دايما جنبهم وما بتفارقهمش، شوقك ليهم طلتهم عليك اللي بتفتح نفسك وبتجدد فيك الأمل من أول نظرة، أول لمسة، أول كلمة. أبطالها اللي في وقت الفرحة اللي بجد، فرحة لقى الصحاب اللي هيبقوا صحاب العمر، فرحة الضحكة اللي من القلب للقلب، عمرهم ما نسيوك وكانوا دايما قلبهم عليك، بيفتحوا أبواب محبة عمرها ما هتتقفل، محبة دايما هتعيش معانا وجوانا، محبة تقويك وتسندك في مشوارك اللي بتكتب فيه حكايتك. دي مش زي أي حكاية، دي حكاية عمر، ولأن كل بيت بيعيش الحكاية دي فده عشان إن مفيش بيت ما دخلوش في الغليل.